سأقرأ عليكم المرسلة الآتية بعنوان عندما رسبت أروى. المدرسة كلها تحدثت عن أروى عندما رسبت في مادة الجغرافيا. المديرة استغربت ذلك. أروى التي فازت في السنوات الثلاث الماضية بكأس التفوق ترسب بسهولة هكذا؟ المرشدة السلوكية قالت لمعلمة الرياضيات: لابد أن أروى تعاني مشاكل عائلية معينة. لو نبحث جميعا في هذه المشكلة كي ننقذ الفتاة المسكينة. معلمة الجغرافيا قالت للتلميذات بحزن: كان السؤال الوحيد في الامتحان هو ارسمنا خارطة الوطن العربي وبينا حدود كل دولة عربية بدقة. وتابعت المعلمة: العجيب أن أروى استطاعت رسم الحدود الخارجية للوطن العربي بشكل دقيق ولافت للنظر، ولكنها للأسف لم تستطع وضع الحدود الداخلية بين الدول العربية، وكأنها نسيت كل شيء. إحدى التلميذات قالت: ما حدث غريب جدا، ألا تعطينها فرصة ثانية؟ كان رأي تلك الفتاة موافقا لرأي الدكتور فهيم زوج مديرة المدرسة الذي كان يتحدث مع زوجته حول هذا الموضوع الذي لفت انتباهه، فقد قال لها بأسن: أذكر أنني رسبت ذات مرة لأن والدي لم يستطع شراء دراجة هوائية لي. اسألي الفتاة عن مشكلتها وأنا مستعد لمساعدتها ماليا. فرحت المديرة لموقف زوجها الإنساني. أما عاملة النظافة في المدرسة فلم تجد تفسيرا لرسوب أروى إلا أنها لم تشرب الحليب في ذلك اليوم قبل خروجها من البيت، وضمت صوتها إلى الأصوات المطالبة بإعطاء أروى فرصة ثانية. طلبت المديرة حضور أروى، وحين مجيئها سألتها معلمة الجغرافيا: لماذا لم تدرسي للامتحان جيدا يا أروى؟ أجابت أروى بثقة: ولكنني درست جيدا. إذن لماذا لم تجيبي عن السؤال بطريقة صحيحة؟ إجابتي كانت هي الصحيحة. غضبت المديرة لهذه الجملة، فهي تريد مساعدة أروى بينما هي تقول إن إجابتها صحيحة. صاحت: كيف تدعين أنك على صواب وأنت لم تضع الحدود بين الدول العربية؟ قالت أروى بحزن: وهل تعتقدين أن وضع الحدود بين الدول العربية صواب؟ صرحت المديرة ببصرها بعيدا وتخيلت الوطن العربي وهو يحتضن أجزاءه، ثم اقتربت من أروى واحتضنتها بحنان. الغريب أن المعلمة عندما رجعت إلى ورقة امتحان أروى ولم تجد أي حدود بين الدول العربية، لم تستطع إلا أن تكتب في أعلى الصفحة: أروى ناجحة 100%. الكاتب: أبو فروة الرجبي. المصدر: ماجد. العدد: 1131. شكراً.